مثلا بنات مشاركين معنا في مطبخ الاخوات. اليوم البنات غنقدم معكم واحد المعقوده اللي كتجي رائعه جدا وسهله وبسيطه في المقادير، كتوجد دغيا دغيا وما فيهاش شي مقادير بزاف. نتمنى انها تعجبكم وتبعوا معايا الفيديو وكتجي زوينه. وانتم هذا راه مقرمشه، المهم تبعوا معايا المقادير وتبعوا الفيديو. ما تنسوناش من لي جيم والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء. بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لهاد المعقدة ديالنا كنحتاج البطاطا على حسب عدد الافراد، المهم بغيتو ديرو كيلو او نص كيلو، المهم على حسب. كنحتاج كذلك مطيشة، المهم تبعو معايا. المهم كيف ما كتشوفو البطاطا ديالي غسلتها مزيان، غنديرها دابا تسلق. كذلك مطيشة شديتها تايا غسلتها وقطعتها هكايا طراف ودرت فيها واحد جوج دروس ديال التومة. ندير فيها واحد شويه اقل من ربع كاس الماء ونديرها حتى تسلق حتى هيايا ونتلاقى معكم. ها هي دي مطيشه ديالي من بعد ما طابت، نديرها هنايا طحانه. وين كطحنوها بالطحانه اليدويه اولا هادي، المهم اللي عندكم. صافي هي دي غادي نطحنها مزيان. صافي هي دي من بعد ما طحنتها مزيان. صافي غادي نضيف ليها دابا مطيشة الحك اللي هنايا جامدة، نضيف ليها الربيع، الكمون، الملحة، البزار، التحميرة أو فلفل أحمر والخرقوم، نضيفهم لها. صافي هي دي كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نخلط وغادي نضيف كذلك شوية ديال الزيت، غندير شوية الزيت البلدية زيت ما كتعلكم. صافي وغادي نديرها تغلى شوية بيد ما نسجم مع التوابل اللي درت لها. صافي وغنطفي عليها. وبالنسبة للخليط فاش ندوز المعقودة ديالنا كنحتاج الطحين، هنايا غربلتو، كنحتاج كذلك واحد المعلقة ديال الحميرة، كنحتاج شويه د الحميره، شويه ديال الخرقوم، وشويه الملحه والماء دافي. بسم الله نضيف التوابل الطحين. صافي غنبقى كنضيف الماء بشويه بشويه وانا كنخلط حتى يعطيني داك القوام اللي بغيت. ما يكون دافي ما يكون سخون بزاف. صافي هو دابا من بعد ما خلطتو هكا كيجي القوام ديالو، هانتوما كتشوفوا. باش الا درنا فيه المعقوده تهز هاد الخلطه هادي، حيت الا درنا الا درناها جريه بزاف ما غاديش يتهزها وغاتشرب لينا الزيت في المقله. دابا غادي نغطي هاد الخليط هذا ونخليه يخمر واحد مده ربع ساعه بيد ما نوجد البطاطا ونتلاقى معكم. ها هي ديال البطاطا ديالنا من بعد ما تسلقات لي. صافي غادي نمعسها دابا بالفرشات وهي سخونه، ومن بعد غادي نضيف لها هاد التوابل ونتبعوا معايا. صافي هي ديال البطاطا ديالي من بعد ما معستها مزيان بالفرشات. دابا غادي نضيف لها هاد التوابل، عندي هنايا الثومه، الثومه محكوكه، عندي الربيع، عندي الكمون، الملح، عندي فلفل احمر وتحميره، عندي البزار، عندي كذلك الخرقوم. صافي غادي نضيف ليها هاد التوابل هادو كلهم. سمحوا لي كنخدم بيد وحده، نحاول نضيفهم كلهم. صافي وغادي نحاول انني نخلط بيدي باش ينسجموا ليا مزيان، ومن بعد نتوما كتذوقوا الملحه على حسب الا خاصكم كتزيدوا. هاد المعقوده راه كتجي ساهله وبسيطه، يعني كتحتاج شي حاجه سهله جدا وتوجدوها لوليداتكم. المهم انا غادي نخلط ونتلاقى معكم. صافي هي دي من بعد ما خلطتها. نسيت ما قلت لكم اللي بغى يضيف الحار يضيف او الهريسه، كتبقى اختيارية. صافي هادي دابا غادي نشكلها على شكل دوائر،
من بعد نتلاقاو باش نقليوها، وغندير الزيت كذلك باش تسخن ليا مزيان. صافي هي دي المعقوله ديالي. المهم راني خدامه كنصوب فيها. هنايا عندي داك الخليط ديال الطحين اللي صوبت، يعني بديت بوحده. المهم كنديرها بسم الله. كنحاول ان نحيد نقص العشوية ديال هذا الخليط. كنديرها شكرا لك مرة أخرى. هاد الخليط كيخليها انها ما كتشربش اي الزيت، وكتجينا مقرمشه زوينه كما كنتم كتشوفوا. راه في المذاق راه جايه رائعه الصراحه، تاكلوها بلا ما تقلى، والله العظيم الا جايه بنينه. كنحاول انني نحيدها شويه هذا، كنقص شويه وصافي. ما كنساوش هادو اللي في المقله باش ما يتحرقوش لينا. سمحوا لي على التصوير، كنصور بيد وحده وكنخدم بيد وحده. نتمنى ان الفكره تكون واضحه. وهكايا راه من الاحسن اننا نصوبوها في الدار، قسم ديال الزنقه هكا كتاكل شي حاجه نقيه، شي حاجه اللي كتعرف انك صوبتيها بيدك. المهم كنبقى مستمرة انا بحال هكا حتى كنسالي كنسالي كاع المعقودة اللي عندي، ونتلاقى معكم باش نوريكم الشكل النهائي. ها هي هذه المعقودة ديالنا من بعد ما وجدات كيفاش كتجي. ها هي لاصوص اللي صوبت معاكم، كتجي بنينه وزوينه. نتمنى انها تعجبكم.